الميداني ودائما هذه الأبواب الصباحية مفتوحة على كل مواطن الجمال في هذا الوطن، نحتفي بالأرض وبالإنسان في قصص نجاح مختلفة. ودائما تحايا الصباح لكل القادرين على اجتياز كل التحديات، القادرين على خلق بصمة في هذا الوطن على مختلف المساحات، وسعداء اليوم أن نكون في حضرة واحد من أصحاب النجاحات الباهرة وأصحاب المسيرة طويلة خطوات في النجاح. سعداء اليوم أن نكون في حضرة الدكتور عبدالله الرضي، أستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الخرطوم. مرحب بك وصباح الخير. مرحب بك أستاذة تيسير، ومرحب بالتيم العام بقناة الشروق، هذه القناة المتميزة جدا، وسعيد جدا نكون ضيف عليكم اليوم على السادة المشاهدين. أتمنى أن نقضي لحظات سعيدة مع بعض إن شاء الله. مرحب بك، ونتحدث عن قصة نجاح لدكتور عبدالله الرضي، ولكن بعد هذا التقرير. أن تشق طريقك في الحياة فأنت تحارب في معركة أنت المنتصر فيها وحدك، وأن تصعد سلم النجاح درجة درجة فأنت بطلها الوحيد. أما بطل قصتنا هذا اليوم فهي قصة الكفيف الدكتور عبدالله حسن الرضي، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الخرطوم. 121 عاماً وما تزال جامعة الخرطوم تعطي، من هنا تخرج الطالب وإليها عاد الدكتور عبدالله حسن الرضي يحمل درجة الدكتوراه في النحو، أستاذاً محاضراً بكلية الآداب جامعة الخرطوم. تغير المسمى ولكن الاسم ظل ثابتاً، العصامي الصامد. فأي قصة كانت وأي بطل هو؟ إنها أشياء لا تشترى، ولكن ماذا إن اشترى المرء نفسه ومجده وهو الكفيف الذي لا يرى؟ أترى بعد كل هذا المجد عمى؟ أنا عبد الله حسن الرضي، أستاذ بكلية الآداب قسم اللغة العربية، تخرجت في الجامعة ونلت فيها درجة الماجستير، والحمد لله رب العالمين. الأسبوع قبل الماضي حصلت على درجة الدكتوراه في اللغة العربية، خصوصا في النحو القرآني، في رسالة بعنوان الشواهد الشعرية النحوية في تفسير أضواء البيان، وتعتبر هذه الرسالة وهذا العنوان مما يعرف بالنحو القرآني أو إعراب القرآن. وهكذا بدأت القصة حزينة في بعض تفاصيلها، ولكنها مذهلة وملهمة عند خواتيمها السعيدة. لا شيء يعوق تقدمه نحو الأمام، أما الإعاقة عنده فهي ابتلاء إلهي يكمن في ثناياه الخير. الأشخاص ذوي الإعاقة بداية هم جزء من المجتمع، وهم جزء من تنوع المجتمع. يعني المجتمع زي ما فيه إنسان طويل قصير، فيه ذكر فيه أنثى، فيه شاب فيه طفل، فيه شيخ كبير، فيه أبيض فيه أسود، فيه شخص عنده إعاقة وفيه شخص ما عنده إعاقة. إذا فهمنا الإعاقة في الإطار دي بنقدر نتعاون معه بشكل كويس. ويستمر عبد الله في تقدمه مرفوع الهامة يمشي واثق الخطوة يمضي. هنا يتلمس طريقه وهنا يحاضر. حول الله فعلا سبحانه وشاكل جدا للمداخلات صراحة قيمة، سيحتفال خالص. وهنا يحتسي قهوته التي يحب. يا أخي المحل دي فيها ذكريات 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 عجيبة. أي زول قرأ آداب هنا دي بيعرف شنو عم عبد الله، بيعرف شنو محل القهوة بتاعت عم عبد الله. يعني من نحن طلبة عم عبد الله ده أبونا وأخونا الكبير، ودي محل المدلاقي فيه الأصحاب والزملاء والزميلات. يعني المحل دي ما محل قهوة بس، ولا عبارة عن بنشات فقط، دي عبارة عن ذكريات طويلة جدا، أحزان وأفراح وعلاقات وأشجان وحاجات حلوة تمت هنا. فالآن أنا متأكد أي زول الآن بيشاهد في الفيديو ده وخرج آداب حيكون أي شيء، السياسة، الثقافة، الفكرة، الاقتصاد، الفلسة، الظروف الصعبة، عم عبد الله ده، أي حاجة بالنسبة لنا. فأي زول الآن متأكد بيشاهد فينا بقرأ آداب هنا دي حيكون الآن يتذكر حاجات جميلة وجرى الذكريات، وبيكون أمنيته إنه الآن يجي يقعد في الحتة دي. عشان كده الآن ما في خريج بيجي الجامعة إلا أول حاجة محطته المحلة دي، يجي يقعد فيها يعمل فيها سيلفي، يتصور، يسلم على عم عبد الله، يشرب منه قهوة، يتونس معاه ويسأله من الأخبار. لأنه باقي لنا غير كده، باقي لنا حلقة التواصل عم عبد الله. أي زول فينا بيجي
ونحن الموجودين هنا، لكن اي زول بيجي من برا بيسال من الشباب بيقول لك فلان يتزوج، فلان عنده اولاد، فلان سافر، فلان اخترع، فلان في الحته الفلانيه، فعامل لنا تواصل جميل جدا. اي زول بيجي ياخذ معلوماته من عم عبد الله وبيجي الثانيه بياخذها منه، فعشان كده ذكريات جميله، المحل دي جميله جدا 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 جدا، فمرتبطه بعمل كبير شديد. يمزح، يحكي بشغف ويتذكر، ثم يقهقه كأنه السعيد الوحيد بعالمه. كان لتميزه الأكاديمي وحبه للمعرفة أثر كبير، جعل منه نموذجا فريدا وشخصا ملهما، هكذا يصفه زملاؤه بالجامعة. فتعرفت إليه لميزات كثيرة توافرت فيه: صدق النفس، الطموح العالي، الرغبة في تطوير الذات، ومع ذلك الذكاء الاجتماعي المتقد، قدرة كبيرة على تعرف على الناس، على إنشاء علاقات اجتماعية ناجحة، على الرغبة في تجربة كل ما هو جديد ومفيد. ومع كل ذلك فهو يمتلك طاقة إيجابية لا تهدأ، تجده مبادرا نشطا في خدمة شريحة المعاقين، ومدافعا شرسا عن حقوق نقابة أساتذة الجامعة. هو فعلا مميز من كل النواحي، أكاديميا واجتماعيا معروف في مناسبات كل الزملاء، مبادر، فهو تميز جدا في المجال الأكاديمي حتى أوصل أعلى درجات، وأصبح إضافة حقيقية لقسم اللغة العربية في جامعة الخرطوم. وهو تميز ايضا بدفاعه عن حقوق زملائه في نقابه اساتذه جامعه الخرطوم بكل مهنيه وتجرد، فكان اضافه حقيقيه لنقابه اساتذه جامعه الخرطوم. وهو ايضا عضو مدافع عن حقوق زملائه في جمعيه خريجي جامعه الخرطوم لاشخاص ذوي الاعاقه البصريه. اما اصدق من يخبر عن الاستاذ ان سال فهم طلابه. دكتور عبد الله يعني هو ما من الدكاتره اللي انت بتنساهم بسهوله، يعني دكتور عبد الله من الدكاتره اللي بيضلوا محفورين في الذاكره. انا لحد الان لما اجي مره بالقاعه واشوفه لسه بدرس سنه اولى بقول يا الله يا ريت ادخل جوا واحضر ثاني. فانا استفدت منه جدا، عمليه خلفيه كويسه جدا في اللغه العربيه، كان درسنا مقرر شامل ومفيد جدا بطريقه ماتعه جدا، تطرق للجاهلي وتطرق للعصر العباسي، حتى المتنبي ورسالة غفران لأبي العلاء، حتى قضايا العصر الحالية اللغوية من تعريب ومن استشراق وغيره، فكان مفيد جداً. وأنا واحدة من الناس اللي لسه يعني بتكلم به وبتكلم بالمحاضرات اللي كانت فيه، وكل ما أشوف محاضرة فبكون عاوز أدخل تاني، لكن بس رات لضيق الزمن الزول ما بيسمح. فدكتور عبد الله يعني دكتور يستاهل كل الخير وكل ما وصل له بحقه وبيستحقه، وإنسان يعني رائع جدا. وليس غريبا أنك لا تكاد تسمع هنا وصف كفيف مطلقا، فلعله قد تجاوز بها أفقا بعيدا لا يدركه إلا صاحب بصيرة نافذة. ومثلما الجميع ممتنون لوجوده معهم، فهو وفي لكل من صفق وهتف له يوما مشجعا ومحفزا. نحن هنا معك، لن تسير وحدك أبدا. وفرصة أشكر بها كل من وقف معي في نيل هذه الدرجة، كل الأصدقاء على امتداد التاريخ الطويل جدا، في حتى في المراحل السابقة، في الأساس، في الثانوي، في الجامعة، في الماجستير، في الدكتوراه. أما نحن فقد تركنا الرجل داخل أسوار جامعته الجميلة المستحيلة، بينما لا يزال يحفظ طريقه القديم، يتعثر ولكنه لا يسقط، يتوجع ولكنه يبتسم دائما. شكرا للزميل متوكل برير، وشكرا للجميلة المستحيلة وتحايا لكلية الآداب جامعة الخرطوم التي لها دائما البصمة العليا في الحياة الأدبية والثقافية.
في السودان، وكل التحايا للدكتور عبد الله الرضي. مرحب بك من جديد وصباحك رضا. وكنا يعني نتحدث في بداية حديثنا عن هذه المسيرة للنجاح وهذا التقرير عن الحياة العملية والوجود في كلية الآداب جامعة الخرطوم، ولكن للتأكيد الوصول لهذا النجاح له سره، فخلينا بداية نتحدث عن سر النجاح وصولا لهذه الدرجة العلمية. واليوم نتحدث عن هذه الرسالة للحديث عن النحو القرآني بشكل خاص. مرحبا مجددا أستاذ تيسير. بداية شاكر جدا لقناة الشروق مجددا، وشاكر جدا للأستاذ متوكل برير على هذا العمل الممتاز صراحة. لمست فيه العمل بالحب والعمل بإخلاص والرغبة في تقديم حاجة جيدة، وشاكر جدا للناس في الإفادات في التقرير صراحة. يعني كلام أخجلوني به، أشرف به وأفخر، ولكني أذوب حياء منه والله. بداية النجاح في الحياة طبعا بالضرورة عنده مسببات كثيرة شديد لا شك. أول هذه الأسباب هو التوفيق من عند الله عز وجل، فلولا توفيق الله عز وجل ما يعني نجحنا في هذه الحياة، ما عملنا أي حاجة. بعد ذاك في حاجات كثيرة شديد الأسرة الكريمة كانت هي سبب الرئيسي بعد توفيق الله عز وجل، الأصدقاء، ثم المثابرة والاجتهاد والإرادة الحقيقية. فالشخص الكفيف والشخص ذو الإعاقة لو ما كان عنده مثابرة وإرادة حقيقية في تقديم حاجة، لأنه العقبات اللي بتعيق الشخص اللي عنده إعاقة أكثر من الشخص الغير معاق. فالشخص الغير معاق ما معناه انه الامور ممهده له بطبيعة الحال، لكن اذا كانت هناك بتواجه عقبات، فانا لما اكون عندي اعاقه العقبات بتاعتي بتكون مضاعفه، فانا محتاج انه اتحدى اعاقتي اول حاجه، اتغلب عليها اول حاجه نفسيا وجسديا وعقليا وذهنيا، ويتغلب عليها مجتمعيا، ثم بعد ذلك اتغلب على الاشياء الدائر احققها، سواء كان على الصعيد الاكاديمي، على الصعيد الثقافي، على الصعيد الشخصي وما الى ذلك. فالاراده ثم الاسره والاصدقاء، وفوق ذلك كله توفيق الله عز وجل. صحيح، واهم طرق النجاح في هذا الجانب ونحن نتحدث عن مواجهه التحديات والقدره على اجتياز هذه التحديات هو معرفه الحقوق. يعني كثير من اللي يشاهدون الآن من ذوي الإعاقة قد تكون هي المشكلات في أنهم غير عارفين حتى لحقوقهم. خلينا برضو نتكلم في هذا الجانب، وأنت يعني أصبحت من المدافعين عن الحقوق في جوانب مختلفة حتى من خلال نقابة الجامعة الخرطوم. بالضبط كده، الجانب الحقوقي في قضية الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة مهمة جدا في النجاح. بتبتدي من تعريف الأسرة ذاته بحق الأشخاص، الشخص لما يكون طفل عندهم إعاقة إنه بإمكانه إنه يتعلم، بإمكانه إنه يقرأ، بإمكانه إنه يتطور، بإمكانه إنه ينجح زي أي زول تاني. كما ذكر في التقرير إنه الإعاقة يعني هي جزء من التنوع، لكن لابد إنه تأخذ في الإطار ده. يعني ما في زي ما في زي ما ذكرنا في زول طويل، في زول قصير، في زول ما إلى ذلك، في زول عنده إعاقة، في زول ما عنده إعاقة. لابد من الحاجة دي، الأسرة تعرف الحاجة دي كويس، ثم المجتمع أيضا يعرف الحاجة دي تماما، إنه الشخص ذو الإعاقة نفس المقدرات عند غير الكفيف هي موجودة عند الكفيف، فقط إذا أتحت له الفرصة على قدم المساواة مع غيره وبإمكانية وصول مهيئة بإمكانه يبدع إبداع ما عادي. وكذلك المدرسة، كذلك الجامعة، الدولة، وكل فئات المجتمع إذا تعاملت مع الشخص الكفيف بهذه الطريقة إنه هو قادر ولكن بطريقة مختلفة. يعني الحاجة المحتاجة اللي يشوفه بيعرفها لكن بطريقة تانية مختلفة، محتاج إنه يوفر له بعض الحاجات، محتاج الفرصة، محتاج الثقة، محتاج يعي بحقوقه، ما له وما عليه، يكون على قدر من المسؤولية تجاه نفسه، على قدر من الوعي، على قدر من الثقة، فبإمكانه يعمل أي حاجة. صحيح إن شاء الله. ولكن يعني حتى في إطار الحقوق، حتى يعني يعلم كل السامعين في إنه إحنا عندنا مشكلات مختلفة فيما يواجه ذوي الإعاقة. حتى إذا تحدثنا عن التعليم كحق، قد نجد مشكلات في وجود الغرف للسمعية للفاقدية السمع، وحتى طرق التعلم المختلفة لذوي الإعاقة البصرية، أو جوانب حتى لمصفوفة البناء وغيرها المطلوبة في المؤسسات التعليمية. ومهم أن نضيع على هذا الجانب.
بالضبط كده زي ما ذكرنا انه هو قادر لكن بطريقه مختلفه. يعني مثلا على سبيل المثال في مجال التعليم اول حاجه نثبت انه الشخص الاعاقه ذو الاعاقه من حقه انه يتعلم، ده حق وليس منحه وليس منه من احد، لابد انه يتعلم. هذه المسؤوليه تقع على كاهل الدوله وعلى المجتمع وعلى الاسره، لابد انه يتعلم بالطريقه التي تناسبه، وهذه مساله في غايه الاهميه. بمعنى انه هنالك بعض الوسائل محتاجه ليشوف نزول يكون مبصر، انت محتاج توفيرها بطريقه مختلفه. المعرفه واحده والحصول على المعلومه هو نفس الحصول على المعلومه عند الشخص الكفيف وغير الكفيف، عند اللي عنده اعاقه وما عنده اعاقه. بقت الاشكاليه في الوسائل التي يستطيع ان يتعلم بها الشخص ذو الاعاقه. بمعنى اذا كان شخصي اصم محتاج انه يتعلم بوسائل بلغه الاشاره، بطريقه الرسومات، بطريقه كده، لابد ان تتوفر المبصر الكفيف لابد ان يتعلم بطريقه مختلفه اللي هي على الوسائل السمعيه او على طريقه برايل كتاب البارزه او على الان الاشياء تطورت جدا التطبيقات الحديثه سواء كان على التلفون او على اللابتوب او بالبرامج الناطقه على العموم وبالويرد بالبي دي اف بالحاجات اللي بالشكل ده. يعني ليس لانه برامج ناطق بيقراها، فالفكره الرئيسيه نثبت حقه انه قادر يتعلم بطريقه مختلفه، انه الفرق بينه وبين غير الغير المعاق في انه بيتعلم بوسائل مختلفه، هذه الوسائل يستطيع ان يتعلم بها اذا توفرت له بشكل جيد، وهنا يكون المعترك واحد والميدان واحد، فبعد ذلك كل بحسب قدراته وامكاناته ما وهبه الله اياه ان يتفوق على اقرانه او غير ذلك. صحيح، وبدايه لابد ان تتوفر هذه الحقوق لان هذه حقوق اصيله. جاني متحدث عن هذه الرساله واختيارك للنحو القراني بشكل خاص. هذه الرساله تخرجت في الاداب، عملت ماجستير في نفس المجال تقريبا، كان بعنوان الخلافات بين النحويه بين الكوفيين والبصريين في كتاب مشكل اعراب القران لمكي بن ابي طالب. فلما جيت في مرحله الدكتوراه كنت يعني في اختيار الموضوع يكون في نفس المجال اعراب القران او ما يعرف بالنحو القراني. وبعد مشاورات هنا وهناك من الاصدقاء والاساتذه والزملاء باشاره من الدكتور اسامه تاج السير الاخ الصديق الجميل، تحيه صباحيه له يكون مشاهدنا في دوله قطر، اشار لي بالعنوان ده فاستحسنته جدا وبديت فيه، واللي هو الشواهد النحويه في تفسير اضواء البيان للامام محمد الامين الشنقيطي، وكتاب في التفسير كتاب معاصر من الكتب الجيده جدا جدا، ماده علميه غزيره، ولانه معاصر فلم تكتمل فيه الدراسات والبحوث، يحتاج الى طلاب مجتهدين في هذا المجال وفي كل ما يتعلق بالكتاب، ماده علميه غزيره جدا. انصح زملائي داخل السودان وخارج السودان ان يجعلوا من هذا الكتاب ماده علميه للدراسات في الاوراق العلميه والرسائل الجامعيه، فكتاب قيم جدا لصاحبي محمد الامين الشنقيطي، هذا العالم العظيم جدا في التفسير وفي الاصول وفي شتى مجالات العلوم الشرعيه، ماده علميه غزيره جدا. اشار اليها الدكتور اسامه تيسير بهذا العنوان فاستحسنته ودرست فيه على يد استاذي البروفيسور الحبر يوسف نور الدايم، تحيه صباحيه وشكر جزيل جدا انا اوصله لهذا الرجل القام العلامه، وصراحه شرف كبير جدا ان يقترن هذا البحث باسمه، فشرف كبير ان نلت شرف ان اتتلمذ على استاذ الحبيري يوسف نور الدايم، وكذلك استاذ البروفيسور عبد الله محمد احمد كان مناقشا داخليا، واستاذ البروفيسور محمد غالب وراق. هؤلاء العلماء من منه الله عز وجل على اي طالب ان ينال منهم، فشرف كبير جدا. نلت منهم كثير من الملاحظات والتعليقات والتصويبات والافكار والادب قبل العلم، فلهم مني جزيل الشكر والامتنان. هذا المجال مجال اعراب القران هو يعتبر جزء من النحو بشكل عام، ولكن لخصوصيه القران الكريم اخذ جانب من التخصصيه اكثر. يعني علاقه النحو بالقراءات اعراب القران لانه فيه هوجه قراءات مختلفه اخذ خصوصيه، كذلك اعراب كثير من الايات لها تاثير كبير على تفسير الايات وعلى ايضاح المعاني، وكذلك لها علاقة بالأحكام الشرعية الفقهية العقائدية في القرآن الكريم. لذلك إعراب القرآن
مرتبط ارتباط كبير جدا بالقراءات، بتفسير القرآن، بالأحكام المستنبطة من القرآن الكريم، فلذلك أخذ جانبا من الخصوصية من علم النحو بشكل عام. صحيح، وهو بالتأكيد بحث نتمنى أن الجميع يطلع عليه في طريق إلى أن ينهل من هذه المعارف المختلفة في البحث. نختتم هذه المساحة برسالة لكل صاحبي أصحاب أو ذوي الإعاقة في حديث عن أنه كيف يمكن أن يجتازوا التحديات وصولا للنجاح. رسالتي للرفقاء الدرب من الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا رحلة طويلة، أنا أشكر كل أصدقائي وزملائي من أشخاص ذوي الإعاقة السمعية الذهنية البصرية الحركية. بقول دائما أنت لابد أن تأخذ الثقة في نفسك أنك بإمكانك تعمل أي شيء. واحد. الحاجة الثانية تعي بحقوقك زي ما ذكرت الأستاذة وتتقدم. العقبات كثيرة جدا، إياك أن تسقط، تتعثر ولكن لا تسقط، فبإمكانك تستطيع أن تعمل أي شيء في هذه الحياة. صحيح، وتبقى الإعاقة هي إعاقة الأفكار، والإعاقة هي الإعاقة على عدم الإنتاج وعدم القدرة على اجتياز كل تحدي. وشكرا لك جزيلا لحضورك على شواطئ الصباح لليوم الدكتور عبد الله الرضي، وهو حديث اليوم عن هذا الجانب للنجاح وقصص النجاح التي تكون حاضرة دائما معنا من خلال صباح الأربعاء.